بالمناسبة كنشكرهم جزيل الشكر أنهم أكدوا الحضور ديالهم وشرفونا في هذا الجلسة، في هذا اللقاء التفاعلي مع خريجي وخريجات صوت الشباب المتوسط وكذلك صوت الشباب المغربي النسخة الأولى ديال البرنامج. فكنشكركم بزاف، وبغيت نهني حتى الشباب والميسرين للصاهر على تحضير لهذه الجلسة هذه، في الشخص توريا إبراهيم فاطمة الزهراء، كذلك باقي الميسرين والميسرات اللي بالمساعدة ديالهم أننا نجحنا في إطلاق هذه السلسلة ديال المناظرات الافتراضية ابتداء من الجمعة السابق. فهذه ثالث مناظرة باللغة العربية، كانت مناظرة البارح باللغة الإنجليزية بحضور مدير مجلس الثقافة البريطاني، اليوم كيتعذر عليه الحضور لأنه عنده لقاء صحفي، فبنيابة عليه أنا كنفتتح هذه المناظرة أو لهذا اللقاء. فبغيت نشكركم جزيل الشكر، وما غاديش ناخذ الوقت كثير، وغادي نمر الكلمة لتوريا اللي هي الميسرة ديال هذا اللقاء. شكرا. شكرا غزلان، مسؤولة مشاريع المجتمع في المجلس الثقافي البريطاني. أذكر السادة الحضور أن مداخلات اللجنة الاستشارية ستكون متتابعة، يعني واحدة تلو الأخرى، مع تخصيص 5 دقائق لكل متدخل، وبعد نهايتها سنفتح باب النقاش لتلقي أسئلة خريجي صوت شباب متوسط برفع اليد الموجود أسفل الشاشة. كما أذكركم أن بإمكان الجمهور المتابع الإدلاء بأسئلتكم في الجانب المخصص للرسائل، مع ضرورة تحديد اسم المتدخل المتوجه له بالسؤال، وسنلقيها على ضيوفنا. كما رجاء لو سمحتم على غير المتدخلين الإبقاء على وضع الصامت أثناء المداخلات. تمام؟ شكرا لكم. إذن موضوعنا اليوم هو الشباب المغربي في مواجهة جائحة كورونا، التداعيات والمبادرات والأولويات، على اعتبار أن الشباب المغربي يمثل الثروة الحقيقية للبلد وقوة اقتراحية لبناء مغرب الوحدة والكرامة والعدالة الاجتماعية لتجاوز هذه الأزمة، أزمة وباء كورونا المستجد. فقد تجند الأطباء وكافة الأطقم الطبية، وسخر رجال التعليم جهودهم من أجل متابعة تلامذتهم الدراسة عن بعد، وكذا دور رجال الأمن والوقاية في التوعية بالمساعدات. نجد أن هناك شباب طموح يقوم بمبادرات التوعية ويسابق الزمن، فاختراع أجهزة تنفس صناعية، معامل استنفرت جهودها لتصنيع الأغطية الواقية بالمساعدات بشكل لم يشهد له مثيل، شعارهم التطوع من أجل الوطن. ترى ما هي التداعيات والمبادرات والأولويات في ارتباطها بمواجهة الشباب لجائحة كورونا؟ نبدأ مع أول متدخلة، السيدة ابتسام عزاوي، نائبة برلمانية بمجلس النواب، لك الكلمة سيدتي في 5 دقائق. أهلا، مساء الخير، شكرا لكم على تنظيم هذا اللقاء وعلى فتح هذه النافذة التفاعلية باش نتفاعلوا حول أحد أهم المواضيع اللي اليوم مطروح علاقة بهذه الأزمة الحالية اللي كيجتازها العالم واللي بلادنا أيضا كتجتازها في الشق المتعلق بالشباب. الشباب يعني بعد أزمة كورونا، شنا هي التداعيات ديال هذه الأزمة هذه على الشباب المغربي، شنو المبادرات اللي ممكن أننا نفكروا فيها كمجتمع، كمختلف فعاليات المجتمع المغربي من مجتمع مدني، من فاعلين سياسيين وغيرهم، وثم شنو هي الأولويات اللي أمامنا. أنه هاد الفترة وهاد الأزمة اللي كنعيشوها ديال كورونا غيرت أو غتغير مازال العديد من الأشياء. أولا من أول ما يمكن غادي تغير هو أنها ستعيد ترتيب أولويات الأجندة الوطنية. إلى لاحظنا اليوم كانت سألوا على مدى يعني الجاهزية ديال البنية الصحية ديال المغرب، اليوم كانت تكلموا على مدى القدرة ديال المنظومة التعليمية ديالنا باش أنها تواكب التلاميذ للدراسة عن بعد. اليوم ولينا كانت سألوا يعني الأسئلة في العمق حول مواضيع كتهم الصحة، كتهم التعليم، كتهم المواضيع الأساسية اللي كتهم المجتمع، واللي اليوم كاين مجهود كبير اللي كتقوم به الدولة، مجهود يعني استثنائي اللي تم القيام به من أجل يعني توفير عدد من دروس أونلاين، وإن كان هنالك خصص وهنالك صعوبات مازال وخصوصا في العالم القروي، وإنما هذه المسألة هذه ديال التعليم بينات لنا لأهميتهم الاستثمار كل جهود لازمة في التواصل الحديثة وفي الانفتاح على كل التقنيات يعني
التقنيات الديجيتال واللي موفرها لنا يعني هذه التكنولوجيات الحديثه واللي ممكن انها تساهم يعني في التقدم الاقليمي. نقطه ثانيه وهو ان تحدي كبير اللي اليوم غيتطرح امام الشباب يتعلق بموضوع الشغل وفي متلازمته مع موضوع البطاله، لانه الكورونا كتعني ايضا ازمه اقتصاديه حاليه وقادمه ايضا بتداعيات مهمه. مازال ما عندناش الصوره واضحه، نموذجا قانون الماليه اللي صوتنا عليه ديال 2020، اليوم حنا مطالبين بالتفكير يعني في قانون الماليه التعديلي لهذ السنه هذه، لانه الفرضيات اللي دار عليها قانون الماليه تغيرات، وبالتالي نحن امام اليوم مستجدات كتطلب يعني واحد المواكبه على المستوى التشريعي ولا على عدد من المستويات من اجل تحين هذه المسائل. هذه الازمه الاقتصاديه غادي يكون عندها امباكت على سوق الشغل، غادي يكون للاسف يعني عدد من المناصب الشغل التي سيتم فقدانها. هذه اليوم فرصه، ونحن نتحدث على واحد ورش وطني كبير كنتكلموا على نموذج تنموي جديد، هذا فرصه باش اننا نفكروا يعني شنو هما اليوم المهن الجديده اللي يمكن بروزها. هذه فرصه للابداع في مجال التفكير في مبادرات جديه وعمليه من اجل فتح يعني فرص الشغل بالنسبه للشباب ومن اجل تجاوز تداعيات هذه الازمه هذه. يعني الاولويات اكيد ستتغير، اكيد غادي يكون يعني مازال التفكير، الصوره غير واضحه باش اننا نقولوا يعني ربما شنو هما الاساسيات ولا هذا. كاين ربما العناوين العريضه، اكيد التعليم، اكيد الصحه، اكيد الشغل و الاجتماعي غادي يخلي الجائحة اللي كنعيشها الان. يعني هذه مازال يعني الاسرى من اجل يعني بصورة يعني عدم المبادرات طول يعني نكتفي بهذا القدر، وفرصة تفاعلية يعني نستمر يعني في دون ان دوزيام طون. ميرسي. شكرا جزيلا الأستاذة ابتسام، أثارت نقطا مهمة جدا فيما يخص يعني المجهودات الاستثنائية التي تقوم بها الدولة المغربية في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي نمر بها جميعا. تحدثت كذلك عن أن هناك نوعا من الخصاص ولو في العالم القروي فيما يخص التعليم عن بعد، هناك حملات واسعة من أجل استنفار طاقات رجال التعليم من أجل استمرار الدروس وغير ذلك. ثم أثارت نقطة مهمة جدا فيما يخص موضوع الشغل والبطالة، ثم نظرا لفقدان العديد من الشباب فرص شغلهم أو غير ذلك، مما يحتم تضافر جهود ذوي العدد والعدد من أجل إنقاذ هذا الوضع الحالي. شكرا لك سيدة ابتسام. ننتقل إلى ثاني مداخلة وهي لسيد سامي المدني، رئيس منتدى الصحفيين الشباب. سي سامي هل تسمعني؟ يبدو أنه لم يلتحق. شباب سادتي أعتذر لكم، إن هناك مشكلة طارئة في هذا التطبيق زوم، وهو الذي سيمنحنا الآن 40 دقيقة، علما أننا خصصنا 5 ساعات للحوار. لو تفضلتم رجاء وألتمس منكم طلب إعادة الالتحاق لو انتهى هذا البث الآن. تمام؟ ستلتحقون بنفس الرابط. شكرا على تفهمكم. إذن سنعيد الاتصال بسيد سامي على أمل أن يلتحق بنا إن شاء الله. ننتقل إلى سيد محمد مصباح، مرحبين به، هو رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، فليتفضل بمداخلته. مشكورا.
إذن سيد محمد مصباح يحاول الالتحاق مجدداً لأن لديه مشكل تقني كما وصلني الآن. معنا سيدة رقية أشمال الكاتبة العامة لمنتدى المواطنة. سيدة رقية هل تسمعينني؟ أنا سمعت العزيزة تورياء أولاً تعريف المركز الثقافي البريطاني للخريجي حوث الشباب المتوسط في الشركاء شبكة المعسكات ممثلة أمالين بسنة سيدان سيد ياسين سيد الله سيد عادل وكل الشباب وأعداء اللجنة. فيما يخص إذا كان يعني نفتح كده بنفس السؤال أدم صوتي إلى السيدة ابتسام فيما يخص الجهود التي تقوم بها الدولة اليوم وأيضا المجتمع على مستوى التداعيات، بمعنى هنالك جهود قوية جدا من أجل تخفيف الوطأة من أجل تخفيف هذا التداعيات لا على المستوى الفردي ولا على المستوى المجتمعي. لكن دعيني أقول على المستوى الفردي بمعنى على مستوى الشباب هنالك تداعيات مركبة. أولاً تكمن من ناحية النفسية، يعني لاحظ أن عدد من الشباب على المستوى النفسي كثيرها على مستوى يعني نفسيات الشباب. هنالك ما يعني الشباب كانت ثقافته هي متعددة. هنالك يعني في البداية من وقعت في الصدمة أو في الارتباك، هنالك من استهتر ببعض التعليم قد يمكن لنا أن يتجاوز مستوى إلى صوت ايضا هنالك هذا كان له انعكاسات ايضا على مستوى يعني تمكن علاقات الشباب مع فكره الاسره، واللي اكيد غادي تكون عندنا تداعيات على المستوى الاجتماعي عندها علاقه عندها ايضا تاثير على مستوى الشباب بالمجتمع وبالدوله. هما كيما رد ثقه الشباب المغربي في القرارات التي تطرحها الدوله في على في مجموعه من القوانين التي قد تحد المستوى الفريد. كنشوفوا ان الشباب انخرط في عدد من المبادرات القانونيه طوعا، بمعنى هنالك نوع من اعاده الثقه للشباب في القرار ديال الدوله. وهذا من نقط بمعنى ان من النقط الايجابيه هو انه حتى وان تم تقليل من حريه الشباب كان الامر في بمثابه اعاده تجديد الثقه بين الشباب وبين الدوله عبر مؤسساتها وعبر القرارات التي اتخذت، لان في نهايه المطاف يعني فهم الشباب كجزء من مسؤول المجتمع بان المساله يعني تاتي في اطار حمايه الامن الجماعي يعني للمواطنين والمواطنات وكلهم الشباب. طبعا لم اتحدث عن التداعيات الاقتصاديه والاجتماعيه فقد سبق ان تطرقت اليها توريا بقى على الصامت. توريا صوتي مسموع الآن؟ نعم ما تسمعش دبل لما كان سمعوك. توريا درتي الصامت أو زين؟ صوتي مسموع الآن؟ زين تمام نعم شكرا. إذا شكرا للسيدة رقية أشمال الكاتبة العامة لمنتدى المواطنة على هذه المداخلة القيمة. للأسف كان يتعذر علينا في بعض الأحيان سماع صوتك كاملا. سأحاول تلخيص النقط التي تحدثت عنها، وإن خنت الصياغة أو الكلمة نبهيني. شكرا لك. إذا تحدثت السيدة رقية أشمال عن تأثير هذه الجائحة على المستوى الاجتماعي
ثم مبادرة الشباب اللامحدودة بانخراط في مبادرات فردية أو جماعية تابعة لجهات معينة أو بشكل تطوعي. هذه المبادرات الفردية من شأنها إعادة ضخ دماء الثقة في نفوس الشباب بالحقل السياسي، وما هذا إلا دليل على صورة مصغرة ينهجها الشباب المغربي اليوم من أجل مواجهة هذه الجائحة في ظل الظروف التي نعيشها من إغلاق المؤسسات، إغلاق الفنادق، إغلاق المطاعم، تعليق حالة الرحلات الجوية وما إلى غير ذلك. شكرا لك سيدة رقية أشمال. ألتمس منكم أعزائي إغلاق الوضع المتحدث به أو يعني الإبقاء على وضع الصامت لو سمحتم. كل من لم يتدخل أو ليس تدخله الآن فليضع الصامت حتى يتسنى لنا سماع المتدخلين بشكل جيد. تمام؟